حدث الهجرة النبوية الشريفة. لا يمكن أن نجي الفرصة الفائدة للتعليم بلما نحضرت في الحدث، بلما نحضرت في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في حدود الوقت المتاح، بلا ما نستفرد العبر والدروس والعظات من هذا الحدث العظيم. إذ مثلا تحصل أكل مثلا الإسلام يريد الوسع الجديد، لا نوجد يمنا لا نوجد يغفر، لا نوجد إضوعا لا نوجد يعصان. نبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول موحى إليه مرسل كسائر النبيين والمرسلين. ربي سبحانه قدر باش في الجلال قالوا خاتم النبيين والمرسلين. الدين ولاش لاش كيسبوا مدان ذي الدنيا ثم الدين، معنى ما إذا الدين فيه خطر لابد من حل. هذه مقدمة للهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام إذ رأس الأذى، الأذى المادي والمعنوي، عيرت ناس الشاعر، ناس الساحر، الأسحار، ناس المجنون، وثانت ذاوي، أما تسأل الصحابة إلى ليس، أكن ملان، كل الذين نطقوا بالتوحيد أوذوا في سبيل الله، أكن ملان، الصحابة يعدفلس من الباطل، يعدفلس من المنكر، يعدفلس اللذع. ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم أريقنا لك أنك إنسى رجل الأذى، ولكن يخطط، يبرمج، يتخذ الأسباب، كان ينشط في عالم الأسباب. أشحال هجرتك خذب، من هجر إلى الحبشة، من تسنات، بحر طائف، طلبا لجدواهم لمساعدتهم، ولكن قابلوه بالقسوة، بالشدة، بالغلظة، معروف في مشهور مضيف على كل حق الأمر في الأول. الوضع ومقام بيعة العقبة الأولى. من بعد تجد من أسباب أو من مقدمات الهجرة بيعة العقبة الأولى. إذا صار تفاصيل تسمى بيعة العقبة الثانية العام المقبل في موسم الحج بقيادة سفير الإسلام مصعب بن عمير رضي الله عنه ورضي الله عنه عن جميع الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم إهجاد في وضع الدعوة الإسلامية غالمدينة المنورة قبل يوم سام. وثقيم من الأسباب التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم يصل الدعوة عن طريق مصعب بن عمير، عن طريق السبعة قوية يقومون في بيعة العقبة الأولى، عن طريق 73 71 رجل واثنين زوج نساء امرأتان في بيعة العقبة الثانية اللي كانوا حاضرين، والناس اللي كانوا حاضرين العباس وقد كان مشركا. وثقيم السعادة باش أيضا يسعى في الربزة، يسعى في الحرمة، ذركز بوال، ذركز يسعى في الربزة، يحضر في مجلساكين، سن من كبار الصحابة دور سن الحراسة، الرقابة، أبو بكر الصديق، عبد عمر بن الخطاب. في غادي نعيو الأحداث هذيك، أما غادي نظران في مقدمات الهجرة، أما غادي نظران في وقت الهجرة، أما ما بعد الهجرة، أحداث عظيمة جدا وكثيرة لا يتسع المقام لشرحها. كل حاجة ضرب التخطيط والسعة السر والسعة الحكمة والسعة الدروس. في بيعة العقبة الثانية ما كان 71 رجل زائد زوج نساء حاضرين بعد العقبة الثانية. النبي عليه الصلاة والسلام يخدم التمهيد، الزوال، يخدم المقدمات باش الناس للهجرة. الصحابة سؤال النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة بإذنه هو روحا، ولكن عسين كعب المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر إذن ربه، يتراجع لاذن الأذن الإذن رب سبحانه باش يسيف كالإذن لهاجر متسار غالمدينة المنورة ودي قبلة
الله عليه وسلم يقلد أبو بكر الصديق أو من آل محمد أو من آل أبو بكر الصديق غير يقولها البقية هجرة آل إذا سيسي اختبار ربي سبحانه باش الكاسي إذن باش لي حاجة أبو بكر الصديق يتراجع هذه اللحظة الحاسمة يتراجع واس مني أفيد الصفرح أن في صلى الله عليه وسلم أسيري أتهاجر إيدينا يروح ورص نهار بزاف يطيش إيوا يشمر ورص إناس يا أبا بكر ربي في كيد الإذن بالهجرة زين مباشرة أبو بكر الصديق يتراجع اللحظة الحاسمة إن يس الصحبة يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم يجاوب في يس الصحبة يعني يقبل صحبة يس في اللحظة اللي استقبل فيها الخبر وليه من مرة لم يتردد خطر يتراجع دقيقة يجي غلايا إن يس يا رسول الله الصحبة أبي غيك ذم دول ذا رفيق في الهجرة في نفس مكة والمدينة المنورة النبي صلى الله عليه وسلم إن يس الصحبة يعني بالتفليف أذيلي الصحب ينس في هذه الهجرة الخارجة طيب ذاكي ذا بعد التخطيط وايض ذاكي أماكن قرن يعني التخطيط الدقيق في هذه اللحظة الحاسمة خاطر إظني إلى طريفة سينكا أيضا خاطر كبار قريش إمبران قريش إجماعا في دار الندوة خدمنا صومبي جنرال أتخطط أكل خدمت الإنفستور يسلم وسقار أتنظم وسقار أتسفرام وسقار أتشدم أتنفر كل ما شو سقار المهم في الأخير بسفهام حداش خاصة إمبران السيسم أبين مخالف السيسم أمية مخالف السيسم أبو جهل السيسم أبو لهب 11 من أكابر قريش إمطران لبون إمطران أمس فهام باللي آثن غنف قضني ولكن كما قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين إثنية خطيطا أم غالي تخبر ربي تخبر النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب خطط فتخطيطه مسدد بالوحي مسدد بالوحي وبرعاية الله عز وجل ذاش من تخطيطك خدم النبي صلى الله عليه وسلم اتصل تمثال منها ثم سوالف إن ياسي بكر الصديق أنفق ليلا الخروج أو الهجرة ليلا من مكة إلى جوارها إلى الغار تقسم سنين من الدار إلى الغار من الدار إلى الغار غار ثور غار ثور غار حراء سينزل الوحي سمزوره ولكن غاركين إذا روح النبي صلى الله عليه وسلم باش يكمل هجرة المدينة المنورة اسمي غار ثور التخطيط إذن أتصل المعلم إكسان مع المنزول الخروج ليلا وقارن الليل ستار آمن الليل ستار آمن ذي تسرى قير نقطة في السلاف علي بن أبي طالب إن يستقن بمكاني أتصل بمكاني أن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تمويه من الكفار وكذلك كان مكلفا بما هم يسال ميسيون ذا شو ما ميسيون هو العلم الأبي طالب الودائع اللي أكن قارن العلماء علماء السيرة نم ويني سعن لما نغلين أسيج بريفة السلم في صلى الله عليه وسلم غزل من نرس قارن سال ماشي تيز النبي ولكن زران يسعن أمانا زرات الباب التيلز سمعنا الصادق الامين وكقفل اذيوال الرسول قبل البعثه كان يلقب بالصادق الامين فكان ثلاث صفات خاطر استهدفت الصادق باب التيلز ذا بواب الامين وين يحرز الامانه ماشي وين تضيع الامانه
وين يسعد اين هنا يجي جاف ديري فاس المسطار يسلم وانت لا قد سيو الامانه اتي سيو ديفيس اي مولانيس ايجاب علي بن ابي طالب الكنيس لتمويها وكذلك الهدف والسن باش يدير الامانه للمشركين المكه. كذلك اسماء ذات النطاقين باسم ابو بكر الصديق التزمت قبل باش تستوي المؤونه تموين تستوي الزاد الطعام والماء الغذاء والماء ان بصالح ابو بكر الصديق في غار خاطر قيمه ثلاثه وضان ماشي روح كان عبد الناصر غار كبد خاطي قيمه ثلاثه وضان ادلفك ايضا قيمه ثلاثه وضان زيد عبد الله بن ابي بكر الصديق يعني مقل ال الصديق امش يعني جهلا امش مظلم امش شركا في هذا الحدث العظيم اللي هو حدث الهجره النبويه الشريفه. ذا شنو الدور ينس اسم تسوي الاخبار اخبار قريش اشو الدور اشو تسوي اشو تخططن اسم تسوي المعلومات والمعلومات معروفه باسم ولا دولة من قرن من يملك المعلومة يملك القوة بس هذا لي دوني أتتفضل لا ديسيزيون يجرزن يموسى ما لي دوني وين مع الملك وين ممكن تغلط فبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الإسلام عبد الله بن بكر الصديق يتسوي يسد الأخبار يوميا إلى ذا الوايض يتوهكات الرحلة بعد ثلاث أيام اسمس عبد الله بن أوراقات واكي لا مشرك لا مشرك ماشي في الاسلام ولكنه خبير ذا مسلم خبير بمسالك الصحراء خبير بطرقاتها وبشعابها ذي ولد ذا مسلم اكسبير كبرنا على سبيل الصحراء تحوجت قليل ان كيد ان اكسبير ان مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يهكفي يهكفي استاجر اسمات اليوم عجابة ذا النبي ذا الرسول يروح يقول ذا مشرك ما كاينش مشكل مادام ستان اكستير ربي القران الكريم ينادى ولا ينبئك مثل خبير وراك تفك الخبار الصحان ذا مسلم صحان ان اكستير خبير الى ذي الايه النظام فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون اهل الذكر معنى سبيسياليست اهل التخصص كل يوم في المجال ينادى ربي ذي النظام ينادى ولا ينبئك مثل خبير فاسال به خبيرا شحال ايات تيسان في القران باش غتفك انت مسني ان سؤال ديزيكسبير ماشي راك كان في الحوض كان خاطي الى قبل ان يتخذ الاسباب ونبينا صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا العليا كما سمعت عبد الله بن قريطه هو قد دوريس يهجد ويض النظر اسم عامر بن فهيره بن فهيره وكذا بس يكسب مال ابو بكر الصديق دوريس يبحث الاثر يلحق النبي صلى الله عليه وسلم الصديق تصير بعث سلمان باش ولاش لا يقول الاثر خاطر زيك دار لي زيكسبير مشي كيدفع الاثر الجرا وظهر بقابس قبيلي الجرا وظهر الاثنيه وظهر الاثنيه في الاطفال تجي كل هذه من الاسباب اثبات ديني ودي خيط النبي للرسول اي يدعو كان ربا في الصر انا عامل يزمر في صلاه السماء اي يدعو ربي سبحانه واستفك البراق اما كنيسه تفك في رحله الاسراء والمعراج الرحلة الأرضية والرحلة السماوية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى عن طريق البراق في لمح البصر اليوم يزمر أذكر بأسباب أخرى ولكن هو نبي بشر رسول بشر يحفظ أم يبغي في بنادم أم يتخذ الأسباب حتى وهو يعلم علم اليقين بانه مؤيد بالله عز وجل اشهد انصاف ربي لم يهمل اتخاذ الاسباب. طيب ايه كذا كنت في صلاه عليه السلام وكل شوارع كنت في صلاه. تبغض ساعه الصفر نقال لحظه مين من الخروج يفرض ان في صلاه عليه السلام الخميس علي بن ابي طالب يجي الكنيس يروح سخان ابو بكر الصديق فغني سيري السن ان سي فغان
من خوخة أبي بكر. فاش يقول واحد يقول صحاب ربي شهر صوف ذاك المثل بلا استثناء أتوظل ما عندكش من باب السلام، باب السلام ما تجي فيه تحوش شوية غير السلام ثبوت مزور خاطئ في السلام خاطئ في السلام في السلام سلمت في مغار من المدين اسمي سخوخة بكر الصديق أتصبر شوية 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 خوخة ياكي خوخة ياكي تابوث السفوغة سيد الفير يسعى سنة بورا يوث قرن الجامع يوث الفير قرن السيد ورنا ثابو تبرانيت ثابو تبرانيت تقيم اسم الخوخة أبو كرسي فينا أطاس العلماء والمشايخ وزرنا في القيمة يسدين يتغيمين يتظلان ماشي كانت تزال الفير الله شريفة وكذا مفهوم؟ ثلا ذي ثم عروضة ذي المدينة ثلا ذكي في ثلا في المدينة المنورة يسعد أبي بكر الصديق في مكة المكرمة يسعد ذاك يسعى خوخة ذاك يسعى خوخة الخوخة يعني إذا تقرب الباب السلام في مكة المكرمة تقرب الباب السلام خاطر كل حاجة مازال الأثر يمس يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الرسول الخامس يروح بكر الصديق فرزين دي مكة أسير بابا فغنسي خوخة بكر الصديق قريبا من باب السلام فغنسينا مباشرة إلى غار ثور غار ثور وقيل ذا ذرال إذا لا نخلص من غار اسمي بغنا داخل يقول كصديق زوار في تفاصيل دقيقة تنسيك زوار باش يزرع مكان مادام يزرع مال ما تزرع الماء إلى آخره من بعد يكشف النبي صلى الله عليه وسلم قبل ثلاثة أيام المشركون بغدا الميزان كامل سبحان الله ولكن يشد العناية سيدي ربي ربي سبحانه ينسى في إصدار الإسلام غشيم تخلت الأسباب ولكن ثلاث يسمى مسبب الأسباب ومعطل الأسباب ربي سبحانه جل جلاله يسرد ربي سبحانه بظن الكفار المشركين يوضن في من الغار ساق مش في الغار بكر صديق أشو سينا كما ورد في السياق إذا يسيا رسول الله لوكا ليون السيس الذي ولي رغاريس إلى قدمي بين قدمي حسب تعبد الروايات إذا يصدر أنا يبغى ذلك لوكا الذي خسر لي ولي رغاريس الديوالي ولكن يصرف ربي سبحانه يسخط ربي العنكبوت خلق الناس الجيناس إلى آخره أم بعد الناس تصديق رسول الله يا رسول الله إن يسلك ديوالي ولي غرس ديوالي إن يسق مبالغ مبالغ في الله فالرسول أخطر مصير الرسالة مرتبطة بمصير الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسيا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما لا تحزن إن الله معنا إن يسيا أبو بكر كنا قد أغذيسين ربي ويسلام يعني ثالثنا إن يسول حد سلالة ربي الثالثنا وصدق الإمام إذا عطاء الله السكن رحمه الله دينا من وجد الله فماذا فقد ومن فقد الله فماذا وجد لا تحزن إن الله معنا ربي ثالثنا إذا غفل زد الآية رقم 40 من سورة التوبة الآية رقم 40 من سورة التوبة أنت بضرب سبحانه إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده جنود لم تروها قرب أكد ذلك في آية أخرى ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو هذا ليس مثلا رب سبحانه يصر في صلى الله عليه وسلم يقول كصديق على مدار ثلاثة أيام جسدي أسماء ذات النطاقين أذن سديس تساوي القوف ربما أنها كانت حاملا في شهر السابع كما يقول أصحاب السير ثلاثة أبيست الباب والويس السبعة ولاش ما يشك الديكس باللي زادت من الظهر ذلك ولكن طه ذلك في كاس ربي شرف المشاركة في هذه الهجرة وخدمة
خير المهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق. وكذلك عبد الله بن ابي بكر الصديق يتوسل الاخبار والمعلومات هدأ كل شيء. اسمي سنفكار الخباريز ديال قريش ياسو ويسن اكلوا في نارا ويسن سيون ذينا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكر ذكر ينطلق كان بالاثنين يوم الاثنين ليلا افا نسى ابو بكر الصديق الصغار في اتجاه المدينه رفقة الدليل لبكيت السن عبد الله بن أوراقات. أجمع الخير صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفريت واسم معروف باش تروحوا سي مكة المدينة أفريت واسم شمال مكة أفريت شمال مكة ذا فريت واسم قوافل التجار أكملنا سنمت وفريت توسم ذا فريت يتوسم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إن سمعت العذر رواية أن روح جنوب مكة قريب من طريق مخالف تماما جنوب مكة يعني أذري ديرنها اليمن أذري ديرنها اليمن بالمناسبة روح اليمن إذا غير سعد مش هوز قبل الزاوية من الحجر الأسود ولا الحجر الأسعد إلو بقى الركن اليماني إذا اليمن هكا من بعد الحجر الأسود من بعد الركن العراقي من بعد الزاوية غير الركن الشامي كل حاجه سعد المشاوي سعد ذاك يا جماعه الخير لازم قراءه السيره لازم قراءه السيره في صلى الله عليه وسلم وما كاينش سيره عظيم من عظماء الدنيا عرفت كما عرفت سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم اكل ماذا يا ناس شحال قرون ولاش السيره توسلت او ديتايز تفاصيل ام السيره من النبي صلى الله عليه وسلم تضييق الطواف والزراعه شتي كان روح اليماني وخلاص هادي راه كذا بناتي ربي حسن ولا لا حسن ولا على الضرب كل حاجه سعد المشاوي سعد السيري سعد العبري نس الى اخره ركن قبل الحجر الاسود اسمه صلى الله عليه اليماني ركن يسال بدا الحجر الاسود وبعد الزاويه تسع اربعه تسع ثلاثه ركن عراقي الزاويه تسع اربعه اسمه ركن الشام لذلك يا جماعه الخير يدفع النبي صلى الله عليه وسلم اثري ديال الغجان اليمن جنوب مكه ماشي اثري يتواسلن عند التجار عند اهل قريش وثقي من التخطيط الحكيم الرشيد للنبي عليه الصلاه والسلام المهم لدى احداث لا يتسع المقام اللي حصلت في طريق الهجره ان شاء الله ستكون فرصه الحديث عنها من خلال تفسير القران الكريم سنعود اليه ان شاء الله تعالى خاطر هناك ايات وضحت كثير من مسائل الهجره سنعود اليه ان شاء الله في مستقبل الايام اللي بغض النبي صلى الله عليه وسلم الى قباء بعد كام شحال دابت الهجره ماشي في الكار ماشي في الكار ماشي في طوطو طاكسي ماشي في ماشي اربعه ايام جماعه الخير ماشي حاجه بسيطه صافي خدم الحساب يعني كان المدينه تقريبا 450 كيلومتر غصنا في اربعه سته الحساب تقريبا 112 كيلومتر يوميا في 24 ساعة باش نظهر مسألة بسيطة ماشي بسيطة مسألة عظيمة جدا فريا جماعة الخير في الختام أدلفك خلاصات الخلاصة الأولى ثم زوالوث صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر الصحابة الكرام على الأذى في سبيل عقيدة التوحيد في الخلاصة الأولى نتساي صبر خطر نيسى ربي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل في الصبر والصحابة صبرا رجال ونساء على الأذى استغفارا لقريش الحكمة في السناف الدرس في السين اتخاذ الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الأسباب بلاني في كيرون الأدلة أما ميكروح دكير أما ميكبويتس دليل كيد اما يسير كذلك عامر بن فهيره ذلك راعي عن الغنم كذلك اسماء ذات النطاقين وكذلك دور عن ابي طالب الشاب يمشي كذلك مره دخل في التخطيط وقبل ذلك مقدمات الهجره بيعه العقبه الاولى بيعه العقبه الثانيه وصول الدعوه الى المدينه المنوره هيأ كل الاسباب النبي صلى الله عليه وسلم اتخاذ الاسباب لكن درس بالسين درس كبير يسعى الفروع الدرس الثالث الهجرة لم تكن هروبا ولكن كانت
حفاظا على العقيدة، هروبا للدعوة، هروبا أو إنقاذا للعقيدة. النبي صلى الله عليه وسلم يهجر الصحابة باش يحرزن عقيدة، عقيدة التوحيد، بعد ما بذلوا الغالي والنفيس في سبيل العقيدة، فلا يسد الوقت باش يفروا بالعقيدة من مكة إلى مكان آمن اسم المدينة المنورة يثرب، تسمى قبل ذلك يثرب وبعد ذلك تسمى المدينة المنورة من أول يوم الهجرة. إذن التضحية من أجل عقيدة والفرار بعقيدة التوحيد. الدرس الرابع، التضحية يمكنه الضحايا، أمد علي بن أبي طالب ضحى بروحه، أمد أسماء، أمد عبد الله بن بكر الصديق، أمد بكر الصديق، أمد الصحابة، ويوم ضحوا وضحوا كذلك بالمال والولد، الجندري إنسان، جند الوطن إنسان، الجندري كإنسان. أيضا خطر الميزان، إذا كان هناك تعارض بين العقيدة وبين الدنيا فلا معنى للدنيا أمام العقيدة، الواجب هو المحافظة على العقيدة والفرار من العقيدة. من خلف من خلف نرى الله يبارك، صافي جان الوطن، جان ثمور، جان الدريا، جان تريكا، جان كل شيء على جان باش نحافظ في العقيدة، وهذا لون عظيم من ألوان التضحية والفداء. لكن الدرس بس 4، الدرس بس 5 مهم جدا، عناية الله، معناتها رغم من الأسباب متخذة ولكن ما نسابش عناية الله عز وجل. دليل استمس الآية، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فإن الله معنا. بعدين الناس سبحانه فأنزل الله سكينته عليه وأيده، مثلا تأييد الله، وأيده بجنود لم تروا، معنى عناية الله كانت حاضرة. سيدي ربي لا يلبس رجالة في صلى الله عليه وسلم ذي الطق بعدما اتخذه الأسباب، نسيخ ما شو بيسبب إلا عبد يتصبر ربي يتصبر. أسمي بغنى في صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، زرع ما شو زرع، كيف استقبله الأنصار، الأنصار، الأنصار كيف مثلي في كسر ربي ذا الفضل ذا القرآن، أماكن في كان فضل المهاجرين يفكر الفضل الأنصار، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، يا الصاتك بات، يا ربتك بات، يا المهاجرين أبذ الأنصار. والأنصار يفكر ربي فرسل آيات كثيرة، منها آية عجيبة ربما كثير من الناس يفلوا عليها حتى كي يقرأوها، إمدنا يحبون من هاجر إليهم. الآية دي تحوش درس كامل، خاطر يزبر اسمح فيه هذه ليول ذا غريب هذه هاجر الغرنة هذه هاجر الغرنة أسيني أتش سو الطص ولا شو كيخص فقيت لها، ولكن نيفو عليان ما تحمل الله وانتي هاجر الغرنة فقيت للأسف معظم كتب تفسير غفل عليها، يعني تساعدين في الناس كذلك كي الأنصار استقبل مهاجرين الناس، لا هناك كلمة عظيمة في هذه الآية تشوت يحبون من هاجر إليهم، معنى الحمل حملا ويكافي هجرا وصن. الوقت لا يسع باش ندخل التفاصيل اكثر، اكتفي بهذا، ولكن خاتم الدين غير مثال في صلى الله عليه وسلم ممكن في المدينه المنوره ابن المسجد النبوي بعد بنائه مسجد قباء اول مسجد في الاسلام، واخى بالمهاجرين النصارى وثغل وثقي، حدث عظيم في تاريخ البشرية وفي تاريخ المسلمين. لذلك وفق عمر بن الخطاب خليفة الثاني الراشد باش ينسى وفقه ربي شاور الصحابة إلى ياسر باش كنت تاريخا خدمين سلما، وإلى ياسر اسمي ديرو في صلى الله عليه وسلم أكل خدم المسيحيين الميلاد يانسى، بس يمكن خدم التاريخ الميلادي، التاريخ الميلادي يعني 2012 للميلاد هكا باسم عيسى المسيح عليه الصلاه والسلام، وإن ياس اسمي يموت وإن ياس، ولكن في غد يوم الراي يفرارد إن ياس التاريخ التاريخ تقويمنا من الهجره، خطر حدث عظيم
باش الأمة ترتبط بالأحداث بالمبادئ بالقيم ولا ترتبط بشيء آخر. وثاني توفيق من الله للصحب الكرام سواسمي إذان تأريخ المسلمين من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول من صرح علي بن أبي طالب الشاب ومن بعد عمر بن الخطاب أكل الصحابة وفقا وسواسمي إذان تأريخ الهجرة.